السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كريستيانو رونالدو ينفعل بسبب خسارة فريقه المانشستر يونايتد ضد ليفربول، المباراة التي انتهت بفوز هذا الأخير بخماسية مقابل لا شيء. شهدت المباراة حركة كريستيانو الغير أخلاقية التي أثارت غضب الجمهور، حينما ضرب كريستيانو لاعب ليفربول جونز. كريستيانو يثور غضبا ليدخل في شجار مع لاعبي فريق ليفربول بعد تدخله العنيف والقوي مع جونز، ليتلقى بعدها كريستيانو بطاقة صفراء بعد هذا الاعتداء على كورتيس جونز. قرارات التي شهدت تألق اللاعب محمد صلاح بالهاتريك ليهزم ليفربول البان يونايتد بخماسية نظيفة في ليلة تاريخية لا تنسى.